صوت يعني مبدع مبهج، يعني تقدر تقول زي ما انت عايز، صوت قريب من القلب. هي دي الأغنية الشعبية اللي شبهنا واللي شبه مصر، كلمة حلوة، لحن جميل، حاجات كتير قوي حلوة. النهاردة بتمر ذكرى ميلاد ملك الموال وفارس الأغنية الشعبية محمد رشدي، وزي كده ما سمعته رشدي ورث حب الفن من والده، كان حريص انه يبقى معاه في حفلات كتير، ويبقى والده يعني كان بيحب يستمتع في القريه بالمطربين. واحنا عارفين ان محمد رشدي كمان يعني من مدينه دسوق، يعني شوفوا مصر ولاده، كل محافظاتها فيها مبدعين. اتولد في 20 يوليو، وطبعا استطاع ان هو يسيب لنا تاريخ طويل من الاغاني. لو قلت لكم كم الاغاني الحلوه اللي بنسمعها كلها احلى من بعض. محمد رشدي كمان قدر يكون كده يعني ثلاثي حلو، محمد رشدي الموسيقار، بليغ حمدي الشاعر، الخال الأبنودي. فتخيلوا الثلاثي ده عمل لنا مجموعة من الأغاني الشعبية ما فيش أحلى من كده. يعني نفس التوقيت اللي كان بيغني فيه رشدي كان فيه عمالقة الغناء كمان بيغنوا، سيدة أم كلثوم، الموسيقار عبد الوهاب، عبد الحليم، فايزة، وردة، يعني قول كل الأسماء، شادية. لكن كان كل واحد عنده لون، وكانت الأغنية الشعبية جميلة راقية معبرة كمان عن شعبيتنا إحنا كمصريين. أكيد عندي كواليس كتير يعني مختلفة ومذكرات كتير مع الكاتب والأستاذ سعيد الشحات، مؤلف كتاب مذكرات محمد رشدي، وأعتقد أنه عنده كمان اسم آخر للكتاب. خلينا نعرف منه مزيد من التفاصيل ونقول له الأول مساء الخير أستاذ سعيد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أنا بحس لما بتكلم، أنا كشافكي لما بتكلم عن رشدي ببقى عندي حالة من البهجة، كل أغانيه مبهجة، يعني ما عندوش أغنية مبهجة. الكلمات، الألحان، أداء محمد رشدي كمان. ده صحيح، يعني أغانيه مبهجة وفي نفس الوقت فيها شجن، فيها أصالة المصريين، فيها معبرة عن الروح المصرية الأصيلة، عن الفلاحين، عن العمال، عن صحيح. الطبقات الشعبية اللي هي يعني لقت نفسها في كلمات شاعر كبير زي عبد الرحمن الأبنودي طبعا، ومزيكا زي بليغ حمدي، وصوت أصيل طالع منهم اللي هو صوت محمد رشدي. أكيد. أنا الحقيقة كمان يمكن زي ما حضرتك قلت، أنا حاسة إنه في تأثير كبير جدا قدمه محمد رشدي مع الثلاثي ده، تأثير على الأغنية الشعبية. يعني احنا لما نيجي كده ونؤرخ للأغنية الشعبية فنحس انه ايوه هي دي الأغنية الشعبية، يعني هو ده المغنى، بساطته وجماله، تركيب الكلمات نفسها، استعمال الجمل الموسيقية. وكمان هنا تحس كمان في اختلاف، يعني في كواليس بتقول انه يعني الفن طبعا المطرب الكبير عبد الحليم حافظ، مش عايزين نقول غار، بس حس ان في نجاح من نوع اخر موجود بشكل اخر، وخلاه يفكر هو كمان يقدم اللون الشعبي وقتها. ده صحيح، يعني هو احنا لما نيجي نبحث عن المسار بتاع محمد رشدي هنلاقي ان هو بدا مطرب يعني في الاذاعه في فترات من 50 49، من سنه 49 او سنه 1950، وفضل في مساره ما هوش لاقي نفسه لغايه لما بدات الانطلاقه مع موال ادهم الشرقاوي، وبعدين اغنيه وهيبه. موال ادهم ووهيبه الحقيقه اللي هي اغنيه تحت الشجر يا وهيبه، تحت الشجر يا وهيبه، الشجر بالسين. أيوة. مش الشجر بالظبط زي ما بينطق الفلاحين تحت الشجر يا وهيبه، ودي اصاله عبد الرحمن الأبنودي ان هو بيلقط الكلمه بالملقاط من وسط البيئه. صحيح. فهو لما محمد رشدي غنى موال ادم، وبعدين تحت الشجر يا وهيبه، وبعدين يا مكاننا برتقان، تحت الشجر يا وهيبه، يا مكاننا برتقان، كحله عينك يا وهيبه، سرحبها الجدعان، يعني شوفي التعبيرات، يعني وكلها راقيه وكلها جدا جميله جدا جدا. هنا ايه بقى مفهوم الاغنيه الشعبيه؟ علشان خاطر الناس ما تتصورش المعنى بشكل يعني زي ما بيحصل دلوقتي في ابتذال او في ركاكه، يعني الشعبيه يعني رقي وجمال وبساطه. لا، الشعبيه هي رقي، هي المفردات التي يرددها الناس، ازاي اصلا
ازاي بيجي شاعر زي الابنودي طبعًا. بيلقط الكلمات ديت ويركبها في صور غنائيه بتبقى اشبه بالقصه. احنا لو جينا نشوف زي اغنيه تحت الشجر يا وهيبه لها قصه، بعد كده اغنيه عدويه هتلاقيها قصه. صح قصه، وانا ما انا حطيت رجلي في الميه الا ومعايا عدوية. فانت تتخيل انها قصه طبعا. طبعا بتبقى معاني ايجابيه فيها فيها تحريض للنبل، للسمو في الحب، في العمل. صحيح. في كل المعاني الجميله. هو الاغاني ديت يعني عشان بس نبقى عارفين هي نجحت طبعا بحكم جمال صوت رشدي و يعني فصاحه شعر الابنودي وموهبه بليغ حمدي طبعا. لكن في نفس الوقت الظرف الاجتماعي كان مناسب في الوقت ده. صحيح. وهو خروج قوانين يوليو الاشتراكيه سنه 1962 والاهتمام بالعمال والحاجات دي، وان هو يبقى قريب يعني هو اقرب للناس باغانيه وبغناه للناس. ده صحيح. ده يعني حضرتك كنت بتتكلمي بتقولي ان عبد الحليم حافظ يعني غار، لا هو غار بالفعل، مش هنحط الكلمه بين قوسين، لا هو لقى فعلا ان اللون الغنائي بتاع رشدي هو اللي لاقي، هو اللي سايد. أيوة. اغنيه عدويه مثلا وزعت وقتها مليون اسطوانه. ايوه وقت ما طلعت. ايوه كانت عامله تريندنج وقتها. طبعا بلغه الايام دي يعني. صح. فكان اللون الغنائي بتاع رشدي هو السائد، وبناء على ذلك رشدي عبد الحليم انزعج فحب يغني اللي هي الاغاني اللي ممكن نقول عليها ما هيش لونه لكن اللي هي زي ما كل ما اقول التوبه يا بوي ترميني المواويل وسواح اللي هي فيها فيها الايقاع الشعبي والاقرب. ايوه الايقاع الشعبي، لكن ظل رشدي هو ملك اللون بتاعه. صح. وظل عبد الحليم هو. بس خد بالك استاذ سعيد، شفت برضو المنافسه حلوه يعني طبعا. المنافسه بتثمر عن اعمال احنا بقى كمستمعين بنستمتع يعني لما عبد الحليم ويعمل الاثنين فيها استمتاع. طيب انا مش عايزه الحديث ياخدنا بعيد عن الكتاب والمذكرات محمد رشدي، هل كان لحضرتك بقى وقتها انك قعدت مع رشدي اتكلمت معاه في حاجات؟ المذكرات دي كانت عن ايه؟ يوميات، عن كواليس، عن اعماله؟ هو يعني انا اصلا تعرفت على الاستاذ محمد رشدي من سنه 89، وده كان بعد بدايات الصحفيه بحوالي 3-4 سنين. وبعدين بعد كده يعني او في خلال علاقتنا انا كنت كتبت عنه، عملت معاه حوار طويل، وبعدين اتنشر في مجله خارج مصر في 4 حلقات، اعجب بيها جدا واعجب بالمسار اللي انا اخترته في الكتابه. تمام. فقال لي انت لا انت تكتب مذكراتي، هو اللي رشحني نفسه يعني. وبقيت اروح عنده البيت اسجل يعني. هو يكون محضر الشرايط بتاعه زمان، الشرايط الكاسيت، وحضر جهاز التسجيل، ونقعد ندردش يعني. يتكلم على طبيعته وتلقائيته، وعملنا جلسات كتير. انا تقريبا عندي حوالي 22 ساعة تسجيل رشدي. يعني كان ايه حلمه للاغنيه يعني؟ حلم هو بصي يعني، اولا هو كان انسان مثقف وطني جدا، يحب مصر، مخلص، نزيه، غنى لاكتوبر كمان يعني. طبعا ونزيه وطيب القلب ودمعته قريبه يعني. انا ازعم اني او مش ازعم ده حقيقه يعني، أنا من الناس اللي كان هو لو عايز يبكي 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 قدامي يعني. رقيق المشاعر. شوفي يعني إلى أي مدى كانت المسائل. مين كان أصحاب رشدي؟ مين كواليس رشدي؟ مين الفنانين المحيطين برشدي؟ هو كان طبعا أقرب الناس ليه كان بليغ حمدي، ده ابن زمنه وابن تاريخه وهو رفيقه، و بالاضافه الى ذلك يعني كان قريب انسانيا جدا منه. وطبعا والشاعر الكبير الله يرحمه عبد الرحمن الابنودي طبعا. وعبد الرحمن الابنودي انا لا انسى يوم الوفاه بتاع الاستاذ محمد رشدي، واحنا كنا واقفين في مصطفى محمود علشان خاطر
بنصلي عليه، وبعدين بعد كده بيحطوا النعش في كان عبد الرحمن الأبنودي بيبكي زي الأطفال، وعمال يقول له مع السلامة يا محمد، مع السلامة يا محمد، ما تنساش أمانة تسلم لي. طيب على طيب خليني هنا أسألك كده. يعني طبعا يعني إحنا أنا دايما بحب الجانب اللي كله بهجة لأنه لايق على صوت محمد رشدي. محمد رشدي ظل يغني حتى يعني الشهور الأخيرة، يعني هو كان مفعم بالحياة زي ما بنقول، ده بيحب يغني. ده صحيح. يعني هو يعني لحد آخر يعني الفترة المرضية الأخيرة اللي هو عانى فيها من المرض، هي دي ممكن تكون الفترة اللي بعدته اللي توقف فيها شوية. اللي توقف فيها، لكنه ما قبل ذلك كان يعني الغناء هو حياته، يعني الغنى كان واحده، لكن هو كانت قضيته ان الغنى يبقى له معنى. ايوه يعني ما يبقاش اغنيه والسلام يعني. والسلام هو. طب انا هنا سريعا قبل بس ما حضرتك تسيبنا، في المذكرات اتكلم عن السينما لان هو قدم 6 افلام هو للسينما. اتكلم عن السينما والحقيقه، بس هو كان عنده راي سلبي في التجربه. هو شوفي يعني انا بقول حاجه بمناسبه السؤال اللي بتساليه، ميزة محمد رشدي أنه كان ينظر إلى مساره برؤية نقدية كمان. كان ينتقد نفسه يعني. وده كان سر نجاحه، يعني يقول لك أنا كنت ضايع في السنة دي، وأنا كنت ضايع في الأغنية دي. طب رأيه في السينما إيه؟ وفي السينما كان برضو رأيه انتقادي، رأيه سلبي. هو يعني كان بيتكلم على تجربته هم 6 أفلام، على إن السينما يعني جريت ورا موجة الأغاني الناجحة بتاعته، يعني أغنية عدوية لما كانت هي زي ما بنقول بلغة الأيام دي هي الترند وقتها، فيتعمل فيلم عشان يتغنى فيه. صحيح. أغنية عدوية، فهي كان مقصد الأفلام أو هدف الأفلام مش كان اعتبار رشدي موهبة سينمائية أو موهبة تمثيلية يتم الاستفادة منه، بقدر ما أن يستفيدوا من الأغاني بتاعته في جماهيريتها فيعملوا نجاح للفيلم من خلال الأغنية ويحطها في قلب الأفلام وبالتالي تنجح. لكن هو لم يكن ينظر، يعني كان بيعتبر مرحلة السينما عنده هي مرحلة جملة اعتراضية في مساره، يعني يعني ما حسش أنه هو دخل التجربة، هو حس أنه لا مجرد لا. مع العلم أنه كتير من الأغاني لما بنشوفها زي طاير يا هوا طاير على المينا وهو على مركب وفي البحر وأحداث طبعا الفيلم طبعا بتفضل مؤثرة بنفس الشكل. هو يعني. يعني معظم الأغاني الجميلة بتاعته زي ما حضرتك بتقولي هو غناها في الأفلام، غنى عدوية، غنى وهيبة، غنى طاير يا هوا. أيوة. والأغاني ديت، لكن كانت السينما هي اللي عايزة تستفيد منه من جماهيريته ومن كان هو نفسه يعني تستفيد منه كممثل، يعني بيمثل ويغني كممثل. يعني أكتر يعني. لكن هو لم ينظر إلى نفسه على إنه هو ممثل، ولم ينظر على نفسه بأنه هو سينمائي، هو نظر لنفسه على إنه مطرب، وبالتالي كل عطاءه يبقى للأغنية بمعانيها المحترمة وبمعانيها الإيجابية ويعني قيمتها اللي تستمر جيل ورا جيل. كان بيسمع لمين محمد رشدي يعني غير هو يعني كان بيسمع لمين؟ أنا هقول لك أنا على حاجة، هو كان بيسمع طبعا من كان بيسمع من ابناء جيله، كان رايه طبعا ايجابي جدا في علي الحجار، في محمد منير، في الجيل اللي هو كان طالع بعد منه. لكن انا هقول لك على حاجه سريعه على عجاله، يعني قبل هو مره لقيته بيقول لي والله يا سعيد انا عايز اشوف ملحنين جداد كده. فانا كان ليا صديق وهو الملحن والفنان المطرب احمد اسماعيل، كان طالع جديد، فقلت له انا هقدم لك مطرب قصدي ملحن جديد لسه بادئ طريقه، فقال لي هاته. فخدت احمد اسماعيل معايا بالعود بتاعه ورحنا الفيلا وقعد يغني له مجموعه اغاني ملحنها احمد اسماعيل. فساعتها حياه وقال له انت صوتك لمس قلبي، و يعني اتمنى لك يعني ان انت واداله مجموعه نصايح باعتبار ان احمد اسماعيل في الوقت ده كان لسه في البدايه. في البدايه انا بحكي الحكايه ديت ليه؟ علشان اقول لك ان هو ما لم يكن يقتصر في سماع احد على جيله أو على الجيل اللي بعد منه، كان بيشجع الأجيال كمان بيبحث، عايز يدور على أي حد جديد. أكيد. كان عمال دايما يقول إحنا عايزين نشوف أبنودي جديد، وعايزين نشوف بليغ جديد، وعايزين نشوف رشدي جديد، يعني
كان ينظر إلى الأجيال الجديدة. هو حيظل محمد رشدي يعني متفرد في غناه وفي أغنياته وفي وضعه وفي تصدره للأغنية الشعبية يعني. ده أكيد صحيح. يعني أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وتحل الذكرى المبهجة دايما لفنان ورمز من رموز الأغنية المصرية الفنان محمد رشدي. بشكرك الكاتب سعيد الشحات عن كتابه مذكرات محمد رشدي. بشكرك شكرا جزيلا. سيرة رشدي دايما بغناء حلوة يعني.